رصدت عماد متعب وهو بيحفز وليد ازارو وبيكلمه في الوقت اللي بعض الصحف اللي اتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات واحنا ما بنلقحش، احنا بنقول بالاسماء، كانت جريده الوطن وقالت كتبت فاس حسام البدري فاس عماد متعب، يعني ايه؟ منافسه شرسه في حرب ونلاقي عماد متعب بيلعب وفي منتهى الذكاء من حسام البدري بيحتوي وبيقول للناس الكل يسكت، احنا ايد واحده، كابتن الفرقه مع مديره الفني. موقف بمليون كلمه، لحظه حسام البدري وهو بيتكلم مع نجمه عماد متعب وبينزله وبيبقى موجود في الملعب، الكل يسكت، انا اللي بدير، انا المدير الفني، امتى ادي لعبتي وامتى كمان النجوم تحافظ على الفريق، هتكتبوا ايه تاني؟ الكل هنا بالمناسبه. كمان فاكرين الكل كان بيقول على وليد ازارو ايه؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ فاكرين البرنامج الوحيد اللي كان بينتقدونا عشان بنقول اقفوا جنب لعيبتكم؟ بينتقدونا عشان بنقول اللعيب بيروح واللعيب اللي يروح فرصه واثنين وثلاثه واربعه يبقى احسن ما يروحش خالص ويضيع، اللي يضيع هيجي له وقت ويجيب. كم واحد، وهنا السؤال، كم واحد كان بيهاجم وليد ازارو وبعد المباراه كتب عليه الرائع صفقه محترمه؟ فاكرين اللي كانوا بيدخلوا مداخلات في احد البرامج الغير هادفه ويقول لك 28 مليون و30 مليون؟ احنا ما بننساش لان ما عندناش استعداد نحسس لعبتنا بالم او ضغط، لكن نقف جنب لعبتنا عشان يبقى على منصه التتويج. ومن هنا وليد ازارو رد على الجميع، كم واحد هاجمه وبعد المباراه وليد الرائع الصفقه الكبيره المحترمه القويه، ده اللاعب جاي، ده اللاعب ده من افضل الصفقات. مش احنا اللي بنتلون، البعض هو اللي بيتلون، لكن احنا بخبرتنا بنقول لكم الحقيقه، واللي عاوز يصدق يصدق. وليد ازارو لعيب مهم، لعيب صغير لسه، كل ده ما عملش حاجه، كل ده بيكتسب خبرات، لكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى ضيع فرص اسهل من دي. بالمناسبه الكره اللي جابها دي صعبه جدا. اقول لحضراتكم فنيا الجمله دي حلاوتها في ايه؟ مش الفينش، حلاوتها اللي انت تستلم الكوره وتطلعها على الطرف وتجري جوه الصندوق، راس الحربه اللي عايز يجيب هدف ما يقفش مكان، تلعبها وتجري، عشان كده مؤمن ولا اروع ولا اروع، واحده من افضل المباريات لمؤمن زكريا. فمن هنا وليد ازارو لسه عندك كمان كتير.